التمرين الثالث، اكتب كل من الأعداد الآتية على الشكل A على B، حيث A من زاد و B من زاد نجمة. الطريقة الأولى هي الآلة الحاسبة كازيو. الطريقة الحاسبة كازيو مباشرة تسجل العدد في، إذن هنا تسجل العدد هنا تسجل العدد، ثم تضغط تساوي فتظهر لك النتيجة في هذا المكان. ربما يظهر الشكل العشري تريده كسري أو العكس، تستعمل هذه اللمسة. إذن المرحلة الأولى تسجل العدد، تضغط تساوي، تظهر النتيجة، تستعمل اللمسة هذه، ويحل التمرين كله بهذه اللمسات الأربعة. هذه الطريقة رقم واحد. الطريقة رقم واحد تحل بها جميع التمرين هذا. الطريقة رقم اثنين بهذا الشكل. ما هو البسط وما هو المقام كل مرة؟ هذا البسط وهذا المقام. 3.5 بالآلة الحاسبة تعطيك 7/2. في الآلة الحاسبة تسجل هذا فيظهر هذا مباشرة. أما بالحساب الجبري، بالحساب الرياضي، تمر على هذه المراحل كطريقة. 3.5 تحولها وتختزل نفس الطريقة. إذن ما هو البسط؟ هو العدد المكتوب فوق خط الكسر. من هو المقام؟ العدد المكتوب تحت خط الكسر. إذن من هو الأ؟ العدد فوق خط الكسر. من هو البي؟ العدد تحت خط الكسر. إذن 3.5 وناقص 0.34 وبقية الأعداد. إذن العدد الأول، العدد الثاني، العدد الثالث. بالآلة الحاسبة تعطيك 5، والخمسة هي 5/1. الآلة الحاسبة لا تعطيك هذا الشكل. الآلة الحاسبة تسجل هذا العدد تعطيك 5، وأنت تعرف أن الخمسة هي 5/1. إذن هذا هو الأ وهذا هو البي. الآلة الحاسبة تكتب هكذا تعطيك هكذا مباشرة. بهذا الشكل. هذا مرور بالرياضيات. بالآلة الحاسبة تكتب هكذا تعطيك هكذا مباشرة. إذن هذا التمرين يمكن إنجازه بالآلة الحاسبة فقط. انتهى حل التمرين الثالث. هذا هو موضوع التمرين الثالث. هذا هو الحل تاعو.